بداية برج الأسد بالفترة الحالية طاقتك العامة دا أشوف البعض من عندكم ممكن يكون بادي بمشروع جديد أو ممكن يكون حتى بادي بعمل جديد بالفترة الحالية دا أشوف تركيزك أكثر. التركيز اللي موجود عندك بهاي الفترة هو على الموضوع المادي والوضع العملي. البعض من عندكم ممكن يكون منتظر اتصال أو منتظر خبر يخص موضوع عملي أو موضوع مادي صار لفترة معينة، احتمال من الشهر الثامن أو 8 أيام، ممكن 8 أسابيع حسب كل شخص وطاقته. فدا أشوف إنه أكو تواصل منتظرينه صار لكم فترة طويلة تشتغلون عليه حتى توصلون لمكان معين، أو تغيير ممكن تردون تغيرونه بحياتكم بهاي الفترة هو اللي شاغل الطاقة العامة لكم. هي الرقم أساسا هو رقم 8، فأنتوا بمرحلة تقريبا بداية التخطيط، خططتوا المشروع وهسه بداية التنفيذ. ده أشوف أنتوا تبلشون تتخذون خطوة بهاي الفترة بموضوع معين سواء كان موضوع علاقة أو موضوع عملي. الأغلبية من عندكم ده أشوف عندكم تركيز على الوضع المادي بهاي الفترة هو اللي شاغل بالكم، لأن مريتوا بسابق بأزمة مالية ممكن، فدا تحاولون بالفترة الحالية تعدون الأزمة اللي مريتوا بيها بالسابق أو إنه هاي الأزمة ما تنعاد مرة ثانية. دا أشوف أكو تغيير سريع حاصل بهاي الفترة صار له تقريبا 8 أيام. أنتو أوضاعكم دا أشوفها متغيرة، أكو تغيير معين صاير بحياتكم. البعض من عندكم دا أشوفه هذا التغيير ممكن يكون عاطفي، ممكن الشخص اللي كنتوا عندكم علاقة بيه اتخلى عنكم او دا تحسون باهمال، ممكن دا تفكرون بشخص هو بالفترة الحالية منسحب عنكم بسبب اعماله، لانه القراءة ممكن تكون عكسية فممكن تكون طاقة الشريك بالفترة الحالية. فلهالسبب دا اشوف انتوا عندكم طاقة التركيز على العمل، وبالنسبة لموضوع العاطفة دا اشوف شوية دا تحسون اكو اهمال سواء كان الاهمال هذا من ناحيتكم او من ناحية او من ناحية يعني الشريك نفسه هو اللي هاملكم وملتهي بالعمل. بداية أحب أقول لكم أنه أكو خبر، أكو تواصل يخص موضوع مادي أو شغل أنتو كنتو منتظرينه صار لكم فترة، راح يتم هذا التواصل بالفترة الجاية. أكو خبر سريع ممكن يكون هذا الخبر عملي وممكن حتى يكون عاطفي لأنه القراءة عامة فما أقدر أحدد بالضبط، ولكن على الأغلبية من عندكم هذا التواصل راح يكون يخص موضوع عملي. ممكن البعض منكم مبلش عمل جديد وهسه قاعد يحاول انه يجد ويتقدم بهذا العمل، والبعض الثاني ممكن عنده بداية عمل جديد صار له فترة مقدم على مثلا تعيين او منتظر شغل وهسه راح يجي الخبر هذا راح يبدي بشغل. المهم التركيز، الطاقة العامة لكم طلعت التركيز اكثريته على الوضع المادي. البعض من عندكم دا اشوف ما عندكم استقرار مادي بهاي الفترة، الوضع المادي كلش متعب، ونفس الوقت عندكم طاقة عناد، والبعض منكم صاير عنده نوع من ال مو نقول يعني عناد، وإنما أنت دا تحاول تسيطر على وضعك المادي بصورة مبالغ بها، دا تحاول تحسن وضعك المادي بهاي الفترة فتارك كل الأمور ودا تفكر بهذا الموضوع بالذات. ممكن تكون عندك مسؤوليات او شايل حمل، البعض منكم ممكن يكون كان مار بأزمة واضطر انه يصرف هواية مصاريف فهذا الشيء سبب له أزمة مادية. دا اشوف اكو حمل، اكو مسؤولية، اكو تعب، بس هذا التعب اللي كنتوا مارين بيه صار لكم فترة خاصة على الصعيد المادي والعملي. دا اشوف هذا التعب راح ينتهي وعدكم بداية جديدة، اكو تعويض للأحسن راح تكون عندكم بداية جديدة. البعض منكم اذا كان منتظر موضوع سفر دا اشوف اكو اذا كنتوا ناويين على سفر فالسفر موجود بهاي الفترة ودا اشوفه متيسر، يعني راح يتسهل الامور لكم، بس انه شوية طاقة العناد وطاقة السيطرة التسلط بسبب الوضع المادي اللي مريتوا بيه بالسابق مأثرة على الشريك اللي انتوا تتعاملون وياه، فحاولوا شوية تهدئون من هاي الطاقة بالفترة الحالية خاصة للناس اللي متزوجين، لأنه دا أشوف تركيزك على الأمور المادية بهاي الفترة كلش عالي حاليا أكثر من تركيزك على العاطفة. فعلى الوضع العملي دا أشوف أنت مثل ما قلت لكم البعض منكم دا أشوف احتمال مبلش بعمل جديد أو راح يبدأ بعمل جديد بالفترة الجاية راح يبدأ يداوم. فأنت دا أشوفك قدمت مشروع أو ممكن قدمت حتى معاملة ومنتظر
عندك يعني شوية قلق اتجاه الموضوع العملي والمادي، دا أشوفك منتظر إنه خبر على وضع معين، ممكن تكون مقدم على قرض ومنتظر الموافقة تطلع، أو حتى مقدم على تعيين ومنتظر الموافقة، فهذا الشيء مسبب لك شوية قلق، هواجس ومخاوف بهاي الفترة. بس دا أشوف راح تستعيد السيطرة على أوضاعك المالية وعلى أوضاعك العملية، دا أشوفها في تحسن، أكو تحسن راح يصير بحياتك على الوضع المادي من بعد فترة قلت لك مريت بيها بأزمة بالفترة السابقة، وهذا الشيء كان مسبب لك تعب، مو بس تعب مادي وإنما تعب حتى تعب نفسي، تعب جسدي، صاير يعني بعض منكم إذا كان هو مسؤول يعني عن أسرة أو متزوج، ده أشوفك حتى بالبيت طريقة تعاملك مختلفة، فصاير عندك نوع من العناد وطاقة العصبية الهجوم بسبب كثرة الأعباء والحمل اللي عليك موجود، خاصة من الناحية المادية. فدا أشوف الأوضاع راح تتحسن، راح تستعيد السيطرة على وضعك المادي بعد فترة. البعض منكم مثل ما قلت لكم ممكن يكون بلش مشروع ومنتظر الأرباح، دا أشوف الأرباح راح تجيك بنهاية الأسبوع الثاني إن شاء الله، وراح تستعيد السيطرة على أمورك المادية. على الوضع الصحي دا أشوف البعض من عندكم ممكن، طبعا هنا القراءة ممكن تكون عكسية، فممكن أنت تكون أكو شخص من العائلة موجود بمحيطك، ممكن يكون إذا كنت متزوج طفلك، ممكن إذا ما متزوج يكون أم، يكون أخ، شخص حالته الصحية تعبانة بهاي الفترة وأنت شايل همه هواية، وصار لك فترة شايل قلق على وضعه لأن هو مر بأزمة صحية. بس دا أشوف هذا الشخص عنده مراجعة للطبيب وعنده شفاء، أكو خبر حلو يخص الوضع الصحي، دا أشوف الصحة راح تتحسن بالفترة الجاية، سواء كان هذا الوضع يخصك أنت أو يخص شخص بمحيطك، على الأغلب أشوفه شريكك إذا كنت متزوج، أو حتى إذا كنت علاقة وشريكك عنده أزمة صحية، فدا أشوف أكو تحسن إله، أكو مثل الولادة الجديدة راح تصير لبعض منكم، أكو ولادة، أكو حمل، دا أشوف بالفترة الجاية لنساء برج الأسد من بعد فترة، يعني أنتو كنتم مقررين فيها انه يصير عندكم حمل، بس الاوضاع كان الحمل يتاخر دائما، عندكم اوضاع صحيه تمنع الحمل، دا اشوف لكم شفاء، واكو موضوع حمل، واكو بشاره حلوه راح تجي لبعض من عندكم، ممكن يصير عنده ولاده مبكره بالفتره الجايه من نساء برج الاسد، اخذوا حذركم من هذا الموضوع شويه. و يعني مبدئيا الوضع الصحي دا اشوفه تمام بالفترة الحالية، ماكو شي يخوف، بالعكس اكو تحسن بالاوضاع الصحية من بعد فترة، انتو كان عندكم قلق حيال هذا الموضوع يعني، وما كنتو قادرين تطمئنون، او كان عندكم وضع صحي مأزمكم وكنتو تفكرون بهواية، بس دا اشوف الا تحسن بالفترة الجاية ان شاء الله، اكو تحسن لكم، واكو شي كنتو شايلين همه وشايلين يعني حمل من عنده، دا أشوفه راح يخف، راح تتحررون من هذا الحمل ومن هذا التعب اللي موجود. على الوضع العاطفي أبدأ شوية بالمتزوجين، المتزوجين دا أشوف شوية دا تحسون إنه شريككم بالفترة الحالية يعني صاير شوية جاف بالتعامل، أو ممكن تكون أنت نفسك برج الأسد إذا كنت تتابعني، أو مثلا شركة برج الأسد هي اللي تتابع، فدا أشوف أكو طاقة جفاء شوية حاد الطباع صاير بالفترة الحالية، اكو عنده حدة بالتعامل، ونفس الوقت التواصل وياه من قاعد تتواصلون وياه دا يكون التواصل سلبي، هذا شخص دا اشوف عليه مسؤوليات، عليه حمل بالفترة الحالية، ممكن يتخذ يعني قرارات، هاي القرارات تكون ظالمة او صادمة بالنسبة لكم، بس هو عليه اعباء هواية، قلت لكم هاي القراءة هي للمتزوجين، فدا اشوف انه شريك برج الاسد بالفترة الحالية قاعد يحاول يكون عقلاني وتركيزه مركزة على العمل لهالسبب، طاقة العمل عندي واضحة، فصاير عنده هاي الطاقة، طاقة الجفاف شوية بالتعامل، يكون جاف بالتعامل وحاد، وأكو نوع من العدائية دائما يصير بيناتكم، يعني التجريح بالكلام خاصة بالمواضيع اللي تخص البيت، تخص الأطفال، الأسرة مثلا، حتى ويا أطفال، إذا أشوف برج الأسد بالفترة الحالية عنده نوع من الحدة، ماخذ طاقته النارية العصبية عنده بهاي الفترة، ونفس الوقت طاقة برج الثور بالعناد، فهو عنيد برج الأسد بالفترة الحالية، أنت عنيد ومتسلط وما تقبل على الغلط، تريد كل شيء يمشي مثل ما أنت تريد، تريد كل شيء يمشي صح، بس هو ماكو شيء كامل بالحياة، ماكو شيء يعني الكمال لله وحده،
فحاول انه شوية تهدئ من روعك بهاي الفترة، تخفف الحدة اللي دا تتعامل بيها ويا الناس، خاصة ويا زوجتك ويا اطفالك بالبيت. اذا كنتي انتي يعني ام، فتعامل شوية اطفالك بالبيت شوية خلي تكون عندك ليونة، لان دا اشوف عندكم صايرين شوية حادين الطباع بهاي الفترة، خاصة ويا الأطفال ويا العائلة، يعني ما قاعد تتعاملون بسلاسة. فحاولوا يعني تتجنبون المشاكل ويا شريككم بهاي الفترة، لأن دا شوفوا عليه أحمال وعليه هم ومتعب بالفترة الحالية، فلا تضغطون عليه هواية، حاولوا شوية تمشون الأمور تعدوها. بالنسبة للوضع العاطفي، دا أشوف الناس اللي مرتبطين برج الأسد، دا أشوف بالفترة السابقة مريت بخلاف أنت وشخص، ممكن تكون هنا طاقة عندي طالعة هوائية، ممكن تكون تتعامل ويا برج الميزان، لأنه التحدي اللي طلع عندك أساسا هو بطاقة العدالة، ونفس الوقت هي تعني برج الميزان نفسه. فدا أشوف أنه أنت ممكن تكون ظالم شخص إذا كنت تتعامل ويا برج الميزان. دا أشوف أنه ممكن، طبعا القراءة تكون عكسية، ممكن برج الميزان يكون هو اللي ظالمك. فدا أشوف أنه أنت بالفترة السابقة بسبب قلت لك الأوضاع المالية المتعبة، أو حتى أنه أنت إذا كانت عاطفية وتشمل النساء أيضا، فدا أشوف أكو هموم عندكم، أكو تعب، تعبتوا من علاقة وقررتوا أنه تنهوها، بس العلاقة هاي من نهايتها ما نهايتها بصورة سليمة أو صحيحة، لأنه دا أشوف أكو تجريح بالكلام صاير، أكو تواصل غير بناء، أكو سوء تفاهم، وهذا السوء التفاهم أدى إلى أنه يصير تجريح كلام بينك وبين الشريك، بالتالي أدى إلى أنه العلاقة انقطعت بالفترة الحالية. برج الأسد دا أشوفك دا تحن هواية للماضي، دا تحن الشخص من الماضي، تحس أنه أنت ممكن تكون ظلمت هذا الشخص، أو ممكن حتى يكون الشخص نفسه هو ظلمك، لأنه دا أشوف عنده نوع من الحدة شوية، حاد الطبع، فمجرحك بالكلام، أو أنت مجرحة، عندك حنين إلى الماضي. ممكن هذا الشخص إذا كان برج الميزان أو طاقة هوائية دلو أو جوزاء، برج الحوت أيضا موجود عندي هنا، برج الأسد هي طاقتك نفسها موجودة، يعني طاقات خلي أقول لكم إياها قبل ما أنسى، برج العقرب وبرج السرطان أيضا موجود، وهنا برج الحمل إذا كنتوا تتعاملون ويا أحد هاي الطاقات. فدا أشوف إذا كنتوا تتعاملون ويا برج الحمل، برج الحمل دا أشوفه رايد بداية جديدة وياكم، وهو مستعد إنه يتخذ هاي الخطوة أو المخاطرة، رغم إنه هو يعرف ممكن إذا إجا أنتوا راح ترفضونه وتصدونه، الأغلبية منكم اللي تتعاملون ويا برج الحمل أو حتى أي ساين ثاني المهم ينطبق عليكم القراءة، دا أشوف دا تحاولون تصدون هذا الشخص في سبيل إنه ما تبدون وياه بداية جديدة، لأنه هذا الشخص مزعلكم قبل، صاير بيناتكم زعل، هذا الشيء مؤدي إلى أنه أكو مخاوف صايرة عندكم من هذا الشخص. تحاولون تضبطون مشاعركم وما ترحون تحجون وياه، ما تردون تخاطرون من جديد بفرصة ثانية تنطوها لهذا الشخص، بس دا أشوف أنه هذا الشخص راح يرجع يتواصل وياكم بالفترة الجاية، واحتمال يكون شوية الكلام ينفهم غلط أو يصير سوء فهم بيناتكم إذا كان هذا الشخص اللي راح يجي قلت لكم برج هوائي. أما إذا كان برج الحمل، فدا أشوف برج الحمل جايك بدون ما يفكر بعواقب الأمور وبدون ما يفكر بأي شيء، يريد يبدأ وياك بداية جديدة رغم الصد اللي موجود بيناتكم، ممكن يكون كان أكو بلوك بيناتكم والبلوك إن شاء الله صار لفترة. دا أشوف إذا كنتوا تتعاملون أيضا ويا طاقة برج السرطان، برج السرطان دا أشوف عنده مشاعر تجاهكم، بس هو بالفترة الحالية كابت هاي المشاعر، دا يحاول ما يبينها إلكم، وما يريد يجي ياخذ الخطوة، خايف يتهور يتسرع، فمتأني شوية وياكم، يريد يتأكد من مشاعره بالأول ويتأكد من كل الأمور، يعني يحسبها بعقله قبل ما يجي. هذا الشخص اللي من برج السرطان ده أشوفه شخص عنده نوع من الدفو الطيبة، إنسان طيب ومشاعره حقيقية وصادقة، بس هو ممكن يكون سابقا مار بأزمة أو مار بجرح، وهذا الجرح هو اللي مخلي عنده هاي الطاقة، طاقة المخاوف، يريد يتأنى. فالعلاقتكم ويا برج السرطان ويا برج الحمل دا أشوفها بالفترة الجاية في تحسن، بس ويا الأبراج الهوائية دا أشوف أكو كلام راح يصير، أكو ظلم بينكم وبين هذا الشخص، خصوصا إذا كان برج الميزان، لأنه التحدي اللي قدامك هو شخص من برج الميزان، أو إنه أنت تكون عادل بالتعامل ويا شريكك إذا كانت طاقته هوائية، لأنه دا أشوف أكو ظلم
ممكن أنت تكون الشخص المظلوم، ممكن أنت تكون الشخص الظالم. هذا سيناريو بعد قراءة عكسية، فأنت تحدد القراءة إذا كانت إلك أو شريكك. إذا أشوف طاقة شريكك بالفترة الحالية هو ندمان على أمور قايل لك إياها بالماضي أو صايرة بينك وبينه، ممكن يكون صاير تجريح كلام بآخر تواصل، فهذا الشيء مخليه متردد بالفترة الحالية، ما يريد يتسرع، ما يريد يجي يحكي وياك لأنه خايف من يجي يحكي وياك أنت راح يصير بيناتكم مرة ثانية مشكلة ونقاش عقيم، لأنه دا أشوف طاقتك أنت أساسا لابس، يعني لابس وشي خشب على قولة المصريين، أنت دا تفكر بعقلك بالفترة الحالية وما أخذ قرار، ودا أشوفه هو همينه ما أخذ قرار، والعلاقة بيناتكم مقطوعة. شنو هذا العناد؟ يعني أنت الكينج أوف سورد وشريكك طلع الكوين أوف سورد، فظاهر أنه صايرة بيناتكم مشكلة. ممكن المشكلة تكون تخص موضوع مادي، ممكن تكون تخص موضوع استقرار، بس دا أشوف هذا شخص من بعد انقطاع اللي صار بينك وبينه هو دا يفكر بالفترة الحالية انه يجي يقدم لك اعتذاره، يعتذر من عندك عن موضوع معين او كلام صدر منه بساعة عصبية هو ندمان عليه، بس هو همينه قلت لك شوية متأني ما يريد يتسرع وخايف من ردة فعلك، هو ما أخذ القرار. ما أقدر أقولكم إنه هذا الشخص اللي صاير بيناتكم تجريح بالكلام، ممكن يعني يكون راجع كرجوع وعلاقة ويرجع الهدوء للعلاقة، وإنما الأكثرية دا أشوف هذا الشخص راجع حتى يعتذر لأنه هو دا يحس إنه هو ظلمك، خاصة دا كان برج الميزان مثل ما قلت لكم، لأنه التحدي اللي قدامكم طلع لي هو شخص من برج الميزان، شخص انت قاعد تفكر بيه هواية، او ممكن الطاقة عكسية، هذا الشخص دا اشوفه يفكر بيك هواية ويحس انه هو ظلمك. ممكن صاير خلاف بيناتكم قبل شهرين او قبل 9 ايام، ممكن بشهر التاسع حتى طالع هنا رقم 9 اكثر من مرة يمي، فهذا سوء الفهم اللي صاير بيناتكم ادى يعني التجريح، فانتو اثنيناتكم واحد خوف على الثاني قررتوا تقطعون العلاقة، صار بيناتكم انقطاع بالعلاقة، ممكن تكون حتى بلوكات موجودة. إذا كان أكو بلوك دا أشوف البلوك راح ينرفع، وهذا الشخص ممكن راح يجي يقدم لك اعتذاره. فالتحدي اللي قدامك إنه تتخلص من مخاوفك وترجع التوازن على حياتك بالفترة الجاية، وإذا كنت القراءة منطبقة عليك وأنت الطرف اللي ظالم برج الميزان، فالتحدي اللي قدامك إنه أنت تخلي التوازن أو العدالة ترجعها لهذا الشخص، إذا كنت غلطان بحقه ترجع تعتذر من هذا الشخص، لأنه دا أشوفه هو أيضا رايد يعتذر لك بالفترة الجاية، وممكن يكون هو منتظر منك اعتذار لأنه أكو تجريح بالكلام صاير، أما من ناحيتك أو من ناحيته أكو كلام صاير بيناتكم، والكلام مؤدي إلى أنه العلاقة بيناتكم تنقطع فترة، ممكن تكونون انفصلتوا، ممكن حتى تكون يعني بيناتكم زعل. بس التحدي اللي قدامك بهاي الفترة هو شخص من برج الميزان، راح تكون طاقته مأثرة بيك خلال هذا الشهر لحد نهاية هذا الشهر، هذا الشخص راح يبقى، أو ممكن يكون أنه أنت تستعيد توازنك مرة ثانية. فأريدكم تكونون قد التحدي، إذا كنتوا ظالمين شخص حاولوا تعتذرون من عنده وترجعون الأمور لمجراها، وإن شاء الله التوقعات الحلوة كلها تتحقق وياكم، أموركم المادية دا أشوفها في تحسن، الوضع الصحي همين دا أشوف البعض من عندكم عنده ممكن ولادة جديدة أو فرحة بشفاء شخص شنت شايل همه، الوضع العاطفي شوية بالفترة الحالية مكركب، بس دا أشوف إنه أنت لازم تستعيد توازنك وراح ترجع تسيطر على الموقف بالفترة الجاية. كل التوفيق برج الأسد، وألتقيكم بفيديو ثاني. مع السلامة.